تحمل بقيه الفرنشايز اللي هي المانيوالز السياسات والادله الاجرائيه لاداره المدرسه. فالاتحاد بيقدم منظومه مش بس تمويل، منظومه كامله لهويتنا عشان تتوثق وممكن تكرارها. الأمنية قامت بواجبها، الوزارة قامت بواجبها، محافظة القاهرة متعاونة جدا. إتمام الحلم مش هيكمل غير لأن زي أي حاجة بتاخد وقت. إحنا وي آر ميد واي ويتش إز جود، لكن كل حد ليه يعني ليه دور من حضراتكم في إتمام هويتنا إن هي تبقى كونسيبت جديد للمدارس. ونجحنا في ده، نجحنا ومؤمنين هننجح. يعني احنا نجحنا في تطوير المناطق العشوائيه من عشوائيه لعيشه وهويه. اللي بيميز او خصوصيه تجربه الاتحاد في مصر في تطوير العشوائيات كانت ان هي ركزت قوي على العنصر البشري، راحتنا عليه من اول يوم، لان عرفنا ان من غيره اي تطوير ملوش اي صدى او فعاليه. والحقيقه من عشوائيه الى عيشه وهويه كان ممكن ناس تقول ان هي حلم او سلوجن يعني، لكن هو النهارده الدوكيومنت اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هتلاقوا ان هو لا، هو واضح ان في قيمه بشريه وانسانيه وراء اسوار العشوائيات لا يجب ان نخفيها. احنا حطينا لمسناها النهارده. معانا اهالي من اتحاد عيشه وهويه من حلوان، احنا بنتشرف بيهم وبنقول لا، ان الواقع بيتغير في المنطقه دي بتمكين الاهالي. يا ريت نشوف الخمس دقائق مع بعض. اهتمام الدوله بتطوير التعليم باعتباره الركيزه الاساسيه لبناء المواطن المصري، ونحن اليوم لاستكمال هذا الهدف بمشاركه مجتمعيه من اتحاد بنوك مصر في تنميه المجتمع في محافظه القاهره وتحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، والتي اتوجه اليه بخالص الشكر لحرصها الدائم والمتابعة المستمرة لدعم العملية التعليمية بمنشآت مناسبة ومعلمين متخصصين، والتوجه لتوسيع التعاون مع المجتمع المدني بمنظومة تعليم جديدة لخلق أجيال جديدة من الأبناء على قدر من العلم والقدرة على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا حتى تحتل مصر مكانتها العالمية العلمية اللائقة بها. يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر للدور المجتمعي الذي يقوم به اتحاد بنوك مصر. والسلام للأخ سيد الفاضل هشام عز العربي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وجميع السادة رؤساء مجالس إدارة البنوك المصرية. حيث يقوم جنبا الى جنب مع دورهم الاقتصادي بدور اجتماعي فعال يساهم في بناء المجتمع المصري الذي نهدف اليه جميعا من اجل التنميه المستدامه، والتي ساهم في ارساء قواعد المشاركه المجتمعيه في العديد من المشروعات بمحافظه القاهره منذ عام 2014. فهم محرصين جدا في اي مكان في اطفال بيتصرفوا ازاي، القدوه اللي بيمثلوها للاطفال. الحاله دي نفسي ان احنا نفكر فيها ونتكلم فيها كتير اكتر ما بنتكلم على هو الماده دي داخله في المجموع ولا لا. الاسئله التقليديه، الامتحان هيبقى على المنهج اللي خدناه في الترم الاول ولا الثاني، التاريخ ده بيعكس احنا كنا شايفين ايه او عاوزين ايه. احنا عاوزين نخلص من العلقه اللي اسمها التعليم عشان نروح ناخد شهاده ونشتغل بقى ونكسب ونبقى حلوين، بس الثقافه دي هي اللي احنا بنحاول نرجعها لايام ما كنا بنفخر بالشعر اللي حافظينه وباللغه اللي بنتكلمها وبالمعلومات اللي نعرفها طول عمرنا. فعاوزين نرجع الثقافه دي. على العموم المدرسه دي يمكن اول محاوله في هذا الاتجاه اللي بيكتمل فيها المناهج اللي بنيناها في اول كام سنه ولسه بنبنيها، مع بنيه تحتيه مناسبه لتقديم الخدمه دي، مع مجلس اداره بمؤمن بالكلام اللي احنا بنقوله. انا الحقيقه بحب يعني مش هقدر اشكر مين ولا مين، بس طبعا كافه العاملين باتحاد بنوك مصر ولجنه التنميه المستدامه وصديقي العزيز هشام، الاستاذ هشام عز العرب رئيس مجلس الاتحاد والساده رؤساء البنوك، كل اللي اشترك
يعني في هذا الموضوع طبعا زملائي في الوزاره كلنا اشتركنا. بس عاوز اقول لكم ان شاء الله دي تبقى بدايه مبشره لسنه نتوسم فيها خير كتير في التعليم. احنا